interruption بعد إذنك. بس يعني أنا بعرض بعرض ليه السلايد يا جماعة عشان أقول لكم يعني التطور اللي حاصل في الجهاز الإداري. بس أدي القصة كلها. فين يا الشغل؟ أيوة. فإحنا استلمنا المستشفيات بتجيب 50 مليون، تاني سنة بتجيب 70 مليون، ثالث سنة بتجيب 93 مليون، السنة دي جايبة 113 مليون. يعني الزيادة بتاعة التطور بتاع الحساب الخاص زايد 29 ل 23، يعني متوسط حوالي 23% في السنة زيادة في الدخل. حد يقول لي طب انت زودت أسعار؟ لا، ولا مليم زاد. احنا زودنا خدمات، فتحنا حاجات جديدة، مركز خدمات تيم واحد، مركز اتصالات، مراكز كتير جدا بدأت تشتغل، حصلنا كتير جدا من التأمين الصحي، حصلنا كتير جدا من عقارات الدولة. فبالطبيعي لما تحسب 1% من هذا وتحسب لي انا منه 30% بالطبيعي المبلغ بتاعي هيبتدي يزيد. حضرتك سؤالك بقى، طب انا باخد كام؟ متوسط الدخل الشهري للعميل في 2008 2009 من ساعه ما انا استلمت، وده يسري على من قبلي ومن قبله، حوالي 25914 جنيه في الشهر. وهذا الكلام انا اسال عنه قانونا لانه موجود وهيتحط على الويب سايت. اللي عايز يتحرى عن اي رقم من هذه الارقام موجود. لما بدأ يزيد الدخل، فبالتالي 2009-2010 وصل دخل العميد 36,000 متوسط دخل العميد في الشهر، قد يبقى 20 وقد يبقى 60 على حسب الدخل، لكن المتوسط الشهري 36,608 الرقم اللي انتوا شايفينه ده اللي بناخده من المستشفيات الجامعية حتى هذه اللحظة. اوكي، بس السؤال ده قبل ما تسألني انت بتاخد ايه؟ لا انا اديت ايه؟ انا محروق دمي، محروق دمي حضرتك. الله يبارك. سؤال اكمل. بس انا اخدت كام؟ حضرتك بتاخد كام وانا اخدت كام؟ هو انا بتعامل حضرتك ما رحتش النيابه وما شلتش مسؤوليه وما تاخرتش ليل وليالي واشتغلت طول المشفى. عموما انا يا جماعه جاء فينا شكوى من احد الموظفين على وجود مخالفات، وده اللغط اللي حصل فيه كتير جدا، على وجود مخالفات لمشروع العلاج بالاجر والزياره لمستحقات، يعني اتهم فيه 8 افراد منهم انا وبتعه وفلان وفلان وفلان. وقد تم تشكيل لجنه من خبراء وزاره العدل لفحص الواقع محل البلاغ. وعلى فكره اللجنه دي جت وشمعت ملفات وخدتها معاها وحفظت على ملفات، واحنا كل دوت ما عندناش مشكله. الشاهد ان هذا هو قرار اللجنه، استبعاد شبهه جرائم العدوان العام المال على العام في الاوراق وحفظها الاداريين. بعد 3 اشهر 4 اشهر ما سابوش ورقه في كليه الطب الدراسي. فده استبراء للجنه بس الماليه، ان احنا اللي خدناه ده هو قانوني وواجه حق. طب في شكوى ثانيه وللاسف من مدرس مساعد اتهمني فيها بان احنا بناخد مخصصات الامتياز وبنرميهم على انهم يمضوا عليها لكل طالب في مقابل تسيير اجراءات استحصالهم على شهاده التخرج الخاصه بهم، واتهم سالف الذكر اللي هو انا ورئيسه الجامعه بالاستيلاء على تلك المبالغ. للاسف ده ابني اللي قال عني كده، وادي القرار اللي ظهر في شهر 6 استبعاد شبهه وقيد الاوراق الدكتور احمد. هل انا اخذت فلوسي حطيتها في جيبي؟ ان شاء الله. حتى الفلوس اللي خدتها من المستشفى ما حطيتهاش في جيبي يا دكتور اسامه. معلش بغض النظر، انا هقول يا جماعه المبلغ المباشر اللي انا دفعته واللي قيل عليه ان انا رجعته علشان اطلع براءه من القضيه دي. ها؟ كانوا كتبوا انه يطلع براءه علشان سدد الاموال اللي عليه. ده مبلغ 1,600,000 متبرع بيه للمستشفى الشرطي الجامعي قبل ما ابقى عميد لكليه الطب. في العنايه المركزه والطوارئ وجراحه الاطفال والكلى الصناعيه ومعامل مركزه، وفي معايا ريبورت رسمي اللي عايز يطلع عليه موجود على الويب سايت، حطيته على الويب سايت. انا اسف. نعم. ده حضرتك انا اضطريت اطلع الجواب دوت قريب علشان ده مسجل في المستشفيات الجامعيه. ده انا طلعت الجواب بتاعته، انا عمري ما قلت ان انا اتبرعت. ما ده حضرتك انا طلب دوت في الجلسه وطلع لي الجواب دوت في الشهر ده.
بصل الرجاء. تاني حاجة ادي تبرع تاني 367,000 جنيه. ده لسه متبرع في شهر 5 علشان ننشئ البنية التحتية بتاعت الغازات الطوقية في دور مستشفى الجامعي. دول لوحدهم في حدود 2 مليون جنيه. غير حاجات تانية بسيطة جدا، مش 30,000 و 20,000 و 50,000. أنا ما بقولش كده يا جماعة علشان أقول أمين، وأنا آسف إني قلت كده. بس أنا بقول كده لأن رحم الله امرئ جب النميمة عن نفسه. أنا ما اشتغلتش في خصوص مستشفيات الجامعية. أنا كنت قعدت في عيادتي وقعدت في مستشفيتي وقعدت في عملي الخاص ودخل قد كده 10 ضعف. لكن أنا اشتغلت عشان أنا حابب أعمل حاجة تعود لي لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأن زكاة مال العلم، أداء العلم، زكاة المال، وربنا ادانا مال كثير، وبفضل هذه الكلية مش بفضل حاجة تانية. أنا مش هقول أنا النهاردة باخد مرتب 1600 جنيه، لا أنا مرتبي فوق ال 100,000 جنيه لأن باسمي ده أنا بدخل بيه فلوس كتير قوي من بره. والفضل في هذا الاسم هذه الكلية. أستاذ الدكتور ويجب عليا، لا اسمحي لي بقى من فضلك. واسمحوا لي بقى من فضلكم ان انا يعني ابرئ ذمتي امامكم جميعا، وانا مش عايز من حد حاجه، انا ولا عايز شكر ولا دمن، لكن ده توضيح حقائق بدوكيمنتس موجوده، اللي عايز ياخدها مني او من الجهات الرسميه انا ممكن اديله توكيل. انا بس اخر كلامي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخر كلام قاله، وقد يكون ده اخر كلام قالوه مع الفارق، وهو على المنبر وفاته على طول، قال: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فكف صوتي. والمراكز الإدارية والقيادية من السابقين أو كيف سيتم الاختيار؟ الاختيار للأصلح، الاختيار للأوفق، وأنا عندي آلية جديدة في الاختيار وأعرفها، أن الاختيار سيكون شورى، واللي هيحدد الاختيار هو ترشيح في الأقسام بعينها، واللي هيحدد الاختيار معايا مجلس الكلية أو مجلس. اما اذا كان من السابقين من يصلح فده هيقول في الانترو. الاستاذ الدكتور صابر وهيب بيسال عن عدد غرف العمليات في المستشفيات الجامعيه الان وعددها بعد ضم المواساه وسموحه وبرج العرب، وكم عدد المدرجات المخصصه للطلبه، والنسبه بين ده وده اذا كان فيها خلل، فما الاستراتيجيه المستقبليه لاعاده هذه النسبه ربعها الامس؟ احنا عندنا نسبة اوض العمليات لعدد المرضى وعدد استاف اعضاء التدريس نسبة معقولة جدا، يمكن يكون فيها زيادة حوالي 10%، بس احنا بنتكلمش على عدد، احنا بنتكلم على كواليتي، على نوعية اوض العمليات. احنا عندنا يمكن عدد زيادة لو حسبنا العدد، لكن لو حسبنا الكيفية، يعني ما عنديش اوض عمليات اقدر اعمل فيها عملية لمدة 24 ساعة، ما عنديش اوضه عمليات الترا كلين ينفع اعمل فيها الترا كلين سيرجري زي الجراحات بتاعت الاعصاب وجراحات، لا ما عنديش. فهنا مش الكم قد ما هو النوعيه. الاستاذه الدكتوره منال طايب، كيف سيتم التعامل مع الانفلات الامني في المستشفى؟ النظر في تقنين مواعيد الزياره دون النظر للدخل المادي، القصور الواضح بين في الاتصال بين اداره المستشفى والاقسام، وما هي رؤية سيادتكم لتمثيل المستشفى في الإدارة؟ طب أخذ السؤال الأولاني، الانفلات الأمني ده حصل في مصر كلها ومشهود عندنا، وإحنا في عندنا برضو ثقافة في الأمن في المستشفيات قديمة جدا، عشان نغيرها عقدنا مع شركة أمن خاص. بس إحنا ما حطيناش الأمن الخاص في كل الأماكن، إحنا حطينا الأمن الخاص فقط في الأماكن اللي تم تحديثها، علشان انا حرام اجيب شركه امن ادفع لها كذا 1,000 جنيه في الشهر في مستشفى ميري، ما ينفعش. لازم المستشفى تتحدث، الشرط ده حصل فيها كده، نساء، اطفال، حضره، مركز خدمات اليوم الواحد، كل هذا الكلام تم في وضع شركه امن ونظافه وتطهير، واعتقد الاداء في هذه المستشفيات احسن. الانفلات الامني
الانفلات الامني ظاهره اتمنى ان نغيب عن المجتمع المصري كله بشكل عام ونركبر منها قريب. شكرا يا دكتور، معلش انا بعتذر لحضرتك والله. شكرا يا دكتور.